قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد إن إسرائيل مستعدة لمواجهة أي تهديد من حزب الله اللبناني، لكنها لا تريد تصعيد. وأضاف لبيد خلال جولة على الحدود اللبنانية أن من سيحاول استهداف سيادة إسرائيل أو مواطنيها سيكتشف أنه ارتكب خطأ كبيرا، وأن نشاطات حزب الله تعرض لبنان ومواطنيه للخطر على حد تعبيره. من جانب آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانتس الذي رافق لبيد في جولته الحدودية إن لبنان وقادته يعرفون جيدا أنهم إن اختاروا طريق النار فسيحرقون ويتضررون بشدة وفق تعبيره. وللمزيد ينضم إلينا من لبنان أمين قموريه الباحث السياسي. أهلا بك سيد أمين. ما الرسائل التي يريد الإسرائيليون إرسالها في هذا التوقيت بالذات لحزب الله وللحكومة اللبنانية؟ طبعا إسرائيل تريد أن تقول أن المس في عملية التنقيب أو المس بالمنصات المقاومة بحرا من أجل التنقيب عن الغاز هي خط أحمر لا يجوز المساس به. وإذا كنتم تعتقدون أننا بسبب الحاجة للتنقيب من الآن وحتى فترة الشتاء نظرا للطلب الأوروبي الشديد على هذا الغاز، هذا لا يعني أبدا أننا سنسكت عن كل ما يمكن أن يقوم به حزب الله، لكن كلنا نعرف أن ما يجري هو في إطار التصعيد الكلامي إذا صح التعبير، مفاوضات بالكلام الناري إذا صح التعبير أكثر. وبالتالي الكل اليوم بحاجة إلى الهدوء، الكل اليوم بحاجة إلى وجود اتفاق من أجل مواصلة عملية البحث عن الغاز أو استخراج هذا الغاز. لبنان في وضع اقتصادي سيء للغاية وهو يحتاجها، وأي معركة اليوم في هذه الظروف الخانقة في لبنان غير مقبولة ولا يستطيع اللبنانيين تحملها. أعتقد أن الولايات المتحدة أيضا المعنية بهذا الشأن والتي تريد غازا في أسرع وقت ممكن لأوروبا قبل حلول فصل الشتاء لا تريد التصعيد، وإسرائيل لأن لديها هذا الوضع الحكومي في الداخل وكل وتحتاج إلى القيام بعمليات هادئة، لأن أي توتر في هذه المنطقة من شأنه أن يسبب القلق والخوف للشركات التي تقوم بهذه العمليات وبالتالي قد تنسحب. إذن هناك حرص على أن لا يكون تفجير، لكن لا أحد يعرف كيف يمكن أن تدحرج الأمور. وهو يعني ما أود أن أسألك عنه أكثر، كيف سيتلقى حزب الله هذه الرسائل التي أرسلت عبر الحدود اللبنانية اليوم من قبل إسرائيل، سيما وأن هنالك الكثير من الأصوات في لبنان اليوم تقول بأن حزب الله تحديدا في هذه المسألة، مسألة الحدود البحرية، يغرد منفردا وله اليد العليا حتى مقارنة بالسلطات الأخرى القائمة؟ كلنا نعرف أن حزب الله في لبنان هو شريك أساسي في السلطة، ولا يمكن لشيء أن يكون في أن يسير في لبنان من دون أن يكون لحزب الله علاقة له فيه. طبعا بالنسبة لحزب الله، أولا هو يرد على التهديد بتهديد مماثل، يعني قبل أيام كان هناك مسألة المسيرات وهذا كأنه يقول لا يمكن لإسرائيل أن ترفع أو أن تنقب عن الغاز دون أن يكون الحق للبنان بأن ينقب عن الغاز. ثانيا هناك رسالة داخلية بأنه يمكن أن يقال أو حتى قيل في بعض الأحيان أن حزب الله وافق ضمنا على التفريط بالسيادة اللبنانية بالتنازل عن خط 29. الآن وكأنه يقول للبنانيين لا، لست أنا من يفرط، أنا بموقفي هذا أساند الحكومة اللبنانية. وسمعنا بعض الأفرقاء في الدولة اللبنانية وتحديدا رئيس الجمهورية يؤيد هذا الموقف الذي قام به. لكن أليس من الأجل لا يمكن فصل هذه الأمور عن كل ما يجري في المحيط والمنطقة والإقليم. طيب أليس كان من الأجل لحزب الله أن يعود إلى ربما المواقع الخلفية التي كان موجودا فيها أثناء بداية هذه المفاوضات، بدلا من تصدر المشهد ورفع ربما الصوت بالتهديدات، والكثيرون يعتقدون أن وجوده في خلفية المشهد أثناء قيام المفاوضات مع السلطات اللبنانية كان أكثر نفعا؟ هو يقول هو
هو يقول حزب الله منذ البداية أنا أقف خلف الدولة اللبنانية، لكن وقوفي خلف الدولة اللبنانية لا يعني أنني أقبل بأن أفرط بكل ما هو حق للبنانيين، وأنا لولا تدخلي في هذا الموضوع لما أسرع الوسيط الأمريكي مرة أخرى وجاء إلى لبنان، وهذا الوسيط سيعود غدا، ولولا كلام حزب الله العالي المستوى فبالتالي لم يكن ليعود وبهذه السرعة. هو يعتبر أنه يشجع بذلك على الحصول على تسوية، وبالتالي منطق حزب الله في هذا الأمور أنا كل ما فعلته هو أنني أعطي لبنان ما يحق للبنان أخذه. لا يجوز لإسرائيل أن تقوم بالتنقيب ونحن لا نقوم بالتنقيب، لا يجوز للشركات أن تأتي إلى المياه الإقليمية المحتلة، ولا يحق لها أن تأتي إلى المياه اللبنانية للبحث وللعمل في البلوكات اللبنانية ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة. هذا المنطق طبعا له من يؤيده في لبنان، له من يخالفه في لبنان. البعض الذي يخالفه في لبنان يربطه بما يجري في الإقليم وبأن حزب الله يقوم بهذه العملية يعني نيابة عن الجانب الإيراني، لكن أيضا هناك من يقول أن الجانب الأمريكي يساند الجانب الإسرائيلي، فبالتالي من حق أي طرف، المسألة تعدت الساحة اللبنانية إلى ما هو أبعد، وبالتالي من حق أيضا الجانب الإيراني أن لا يكون بعيدا عن مساندة حليفه على الأراضي اللبنانية كما يصفها الكثير من المراقبون. شكرا جزيلا لك أمين قموريه الباحث السياسي، حدثتنا هذه من المفتوحة في لبنان. للأسف انتهى وقت